بركاته. نعم. لو سمحت، في مسألة ميراث. تفضلي. في سيدة توفت ولها 3 بنات وأخوة أشقاء رجال وسيدات وأخين ذكور غير أشقاء توفوا أثناء حياتها وتركوا أولاد بنات وذكور، فكيف يعني يوزع الميراث؟ الذين ماتوا ليس لورثتهم شيء، والبنتان يأخذان، البنات الثلاثة يأخذن الثلثين، والباقي هنا اتجاهان، أحدهما للذكر مثل حظ الأنثيين من الإخوة والأخوات الأشقاء، والقول الثاني أن الباقي للذكور، فاتجاهان، فانظري إلى قانون الدولة المعمول به والتزميه.